خلصنا من المكرونه، نخش على المكرونه اللي هي مكرونه بالتونه. مقاديرها على الشاشه، مكرونه وتونه وبصل، ايوه اهي المكرونه زي ما هي، وبصل وفلفله وتوم وتونه وشويه حليب مع قليل من الدقيق. وانا هعمل الاكله دي كلها مع بعضيها في طاسه واحده. يا نعم طبعا، واساسي طبعا معانا الفليفر والطعم من الزعتر والفلفل الالوان. ولكن قبل ما اشتغل في المكرونه، المكرونه دي طبعا دايما لما نيجي نعمل اكله مكرونه نحط في الاعتبار الاكلات اللطيفه من المكرونه اللي ممكن جوزك يخش المطبخ يعملها، سهله جدا. بس انتوا بتحبوها ايه؟ بتحبوها بالتونه فلازم تعمليها بتكنيك عالي والمكرونه تاخد طعم التونه. بنحبها بالدجاج لازم تاخد طعم الدجاج، بنحبها باللحمه لازم تاخد طعم اللحمه. الكلام ده هنعرفه ازاي؟ لما نتابع الشيف المغازي. حلو الكلام؟ الطاسه على النار. حلو، اول حاجه هبدا بيها سلق المكرونه في قليل من الماء مخلوط بزيت زيتون ورشه ملح. وادي المكرونه بتاعتي، اللهم صل على النبي. نستنى على المكرونه هسه من الوقت تحل بس شويه كده، لان اعمل لها الصوص بتاعها دلوقتي. واحنا مع بعض اسيبها شويه في قلب الطاسه، وجبنه الخلاصه معلقتين من زيت الزيتون مع قليل من الزبده شويه زعتر معلقتين من الدقيق تقليبة دي مهمة، الزعتر بتاعنا تقليبة دي كده اهو، الله هو ده هو ده. ننزل بالخضار بتاعنا، بصلاية ناعمة بالشكل ده كده، فص توم، دي التركيبة بتاعت الصوص بتاع المكرونة اهو، على النار ونقلبهم كده. سيب البصله تتشوح مع الدقيق والزبده او السمنه اذا انت عايزه تعمليها، واشم ريحه التوابل ده كله مع بعضه اهو. ننزل بالفلفله الحلوه دي كده، الله الله على الحلاوه، الله على الحلاوه على الريحه، ما اقولكش ما اقولكش. يا نعم التونه هتنزل مع المكرونه اكيد يعني، والرنجه مع السلطه. حبيبي الصوره الحلوه حبيب قلبي، شفتوا الخلطه دي كده اهي. تاني عملت يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ نشوف اللي جاي بعد كده. اللهم صل على النبي. زي ما انا كده شغال بالتقليب المستمر، بظبط التوابل بتاعتي. اهم حاجه الطعم والتست نتيجه تحمير كل الحاجات اللي انا حطيتها، بابريكا، شويه كمون، شويه كركم، والملح والفلفل. ما تكتريش ملح يا اختي لانك انت حاطه ملح في سلق المكرونه. حلو الكلام؟ ونقلب تاني شويه دول مع بعض. دي مكرونه بالتونه على طريقه مبتكره. لما اقول مبتكره لازم تعرفوا ان هي لاول مره، ولما نقول اول مره يعني حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. ونقلب. المفاجاه هنا بقى سلق المكرونه، اوبا يا ويل يا ويل يا ويل، ونسيبها شوية. اللهم صل على النبي. ونقلب الخليط ده مع بعض. مش هعمل أي حاجة غير لما كله ده يدوب. يعجن مين يا طيب؟ يكلكع مين يا طيب؟ أنت بتهزر بقى. اللهم صل على النبي. نعم لسه التونه بدري عليها، مش هتتحط دلوقتي خالص. التونه بدري عليها يا غالي. انا هوريك قوام صلصه دلوقتي لاول مره، ولما بقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، خبره السنين بنحطها في الطاسه. يعني جبنا الخلاصه اهو. حلوه قوي التقليبه دي زي الفل. شايف القوام؟ شايف الحلاوه دي؟ هو ده. العب هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم.
المكرونه بتاعتنا بناخدها زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. ونحطها هنا ونقلب كده. الله الله. المكرونه اللي عملتها الاسبوع اللي فات يا استاذ رحاب مكسره الدنيا على السوشيال ميديا. قال لك الشيف حمر المكرونه في الزيت كانه بيحمر بطاطس مقليه، وجيب مره واحده حطيتها مع السجق اتعرفها على بعض. العشق كان في قلب الحله حكايه. شفت المكرونه هنا بقى، ده موضوع تاني اهو. هو ده التونه، انزلي يا تونه. الله الف هنا وشفا للي ياكل. نجهز طبق التقديم، يلا مع بعض. خلصنا من سلطه عينيه، خلصنا من المكرونه بالتونه، ونغرفها على شكل سمكه حلوه كده، بيبقى لطيف وحلو. اقعد الزعتر ده قابلني في طريقي وانا ماشي، بحطه هنا كده. الله. خلصت بسرعه ليه؟ يا غالي انا راسم الاكله في ذهني وقدام عينيا قبل ما اطلع الهواء. حبيب هارتي. المكرونه هنا زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ اهو ده. دي عايزه ايه بقى؟ عايزه شويه ميه، شويه شوربه. شفت بقى؟ هو ده المطبخ، هو ده هو ده. ما انا ممكن اغرفها، بس لما اقول المصداقيه والشفافيه والوضوح والصراحه، ده شعارنا على شاشه القناه الاولى مش من فراغ. وعدلها شويه الشوربه اللي انا حطيتهم دلوقتي، بس لازم تكون شوربه بتغلي، خلي بالك. نعم يا غالي، اختياري. عايزين نحط جبنه اختياري، ما نضيفش جبنه اختياري، انا احط جبنه مع التونه، حلوه قوي على فكره. اهي شوف الحلاوه، هو ده. والجبنه الباقيه نحطها على الوش. مكرونه بالتونه مبتكره والاول مره. ناخدها زي ما هي بألف انا وشفا. يلا في السمكه الحلوه دي كده تنزل المكرونه اهي. ألف هنا وشفا. يا ويلي يا ويلي. ونحط عليها شوية الموزاريلا اللي احنا حابينهم. اوه اوه، اللي هياكل من دي هيدعي لي. ألف هنا وشفا. نطلع فاصل يا شباب حابين، أنا معاكم. حلقتنا أهو، أدي المكرونة خلصنا منها.